مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، ومعانا فقره دلوقتي فقره الصحافه. بيشرفنا في الاستوديو الاستاذه امال عويده صحفيه بجريده الاهرام. صباح الخير استاذه امال، منوره. نهارك سعيد. نهارك اسعد ان شاء الله، ونهار المشاهدين كمان ان شاء الله. هنستعرض مع بعض اهم اخبار النهارده. هناخد الخبر الاول من المصري اليوم الصفحه الاولى، السيسي يحسم امره ويعلن عزمه الترشح للرئاسه. من الوطن الصفحه الاولى، منصور يرسل قانون الانتخابات الرئاسيه الى مجلس الوزراء. من الأهرام الصفحة الأولى، حظر أنشطة حماس في مصر. من الشروق الصفحة الثالثة، اليوم إعلان تقرير تقصي حقائق 30 يونيو. من الوطن الصفحة الثالثة، سجناء أبو زعبل الوفد حقوق الإنسان، التعذيب في الأقسام مش في السجن. من الشروق الصفحة الثانية، عمال الشهر العقاري يلوحون باستئناف الإضراب. من الأخبار الصفحة الثالثة، الدراسة بالمدارس السبت وتأجيلها بجامعة الأزهر إلى 15 مارس. من الوطن الصفحة الأولى، سد النهضة يشعل الحرب الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا. أول خبر معنا طبعا هو كان أهم خبر يعني امبارح يعني حصل، وطبعا أن السيسي يحسم أمره ويعلن عزمه للترشح للرئاسة. هنشوف دلوقتي هيكون معنا جزء من حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وكان من خلالها ألقى المشير السيسي كلمته وعزمه للترشح للرئاسة. ونرجع لكم نكمل تعليقنا على الخبر. حضرتك شفنا مع بعض دلوقتي كلمة المشير السيسي وحسمه الأمر لترشحه للرئاسة. نعلق على هناخد آخر جملة قالها المشير عبد الفتاح السيسي، اللي هو خلي بالكم، فريت نخلي بالنا، لأنه أعتقد أن الفترة اللي احنا عايشينها يعني الفترة اللي عايشينها خلال الشهور الماضية والفترة القادمة لن تكون سهلة، ولن يكون منصب الرئيس شرف، وقد تكون أزمة بالفعل أو يكون هم حقيقي. لا أعتقد أن المشير السيسي يعني غايب عن ذهنه هذا الأمر، لأنه مصر بتمر بمأزق تاريخي. اتفقنا، اختلفنا، قلنا لا ده الحياة بقت وردي، الإخوان مشوا، لا مسكنا البلد. الحقيقة أنه الوضع سيء، لابد من القادم أن يكون مستوعب لكل هذه التفاصيل. طبعا ما سمعناه يؤكد هذه المسألة، بس كمان نخلي بالنا من حاجات مهمة. يعني أعتقد برضو في كلمة المشير السيسي أنه هو لوحده مش هيقدر يعمل حاجة. لو أنا وإنتي مش مؤمنين أنه البلد لازم تتغير ولازم نعمل حاجة، إحنا 90 مليون، فلازم كلنا نشتغل، مش الرئيس لوحده أو الوزارات لوحدها. المسألة لغاية دلوقتي والله يا أستاذة أمان أن إحنا كلنا جزر منعزلة، يعني كل واحد بيفكر بنفسه، كل واحد بيفكر في إطاره. لم نصل بعد إلى مرحلة التفكير الجماعي أو أن إحنا ننهض بالمسألة. يعني ما تشوفي كل واحد هو بيحاول يخطف من التورتة جزء أو جزء من حد، بيعمل كشك، حد بيحاول ياخد سبوبة، حد بياخد أرباح أو فوائد، حد شايف أن يعني في انفلات بيحاول يعمل أي حاجة يعني حد بيبني مخالف، حد بيخطي إشارة، كل دي كل يعني كل النماذج الفردية وكل النماذج العامة. طبعا مش بتكلم بس على الشخص اللي في الشارع، لكن بتكلم كمان عن من هم في السلطة أيضا. فلابد أن ندرك أنه الوضع مأزق حقيقي، لو إحنا ما تكتفناش وتعاوننا أن نتجاوزه، يبقى إذن وجود السيسي سيكون زي يعني ملوش يعني زي عدمه. هو لوحده مش هينفع، لازم احنا كمان معاه نساعده وما نهاجموش. المساله كمان المهمه كمان يا استاذه ايمان، انه مصر حاليا في بؤره صراع، مش منفصل اللي حاصل في مصر عن اللي بيحصل في سوريا، عن اللي بيحصل في اليمن، عن اللي بيحصل في اوكرانيا. احنا يجوز احنا غرقانين في اخبارنا الداخليه لانها فعلا زياده، يعني فعلا الازمه حقيقيه. لكن لو ناخد بالنا انه اللي حصل في ليبيا مش منفصل عن اللي حصل في السودان، عن اللي حصل في سوريا، عن اللي حصل في اوكرانيا، لابد ان نعي تماما انه احنا بنشهد مرحله تاريخيه يمكن بيتعاد فيها تشكيل العالم. يا ريت بقى ان احنا نتجاوز هذه الفتره، نقف على رجلينا، واذا كنا بندور على فعلا استقرار لابد ان نقبل يعني نقبل بعض، نساند بعض، مش نقف ضد بعض. حتى اللي اخذت منهم السلطه او السلطه يعني ما كانتش من نصيبهم، اعتقد انه حان الوقت ان هم يتوقفوا، يعيدوا النظر ويتكاتفوا مع بعض. يعني على الاقل هقول لك مش هيتكاتفوا، على الاقل يعيدوا النظر في افكارهم اللي هي عاشت 80 سنه و90 سنه واثبتت لما وصلوا للسلطه ان هي مش نافعه. لابد من اعاده تفكير، اعاده تحليل اللي حصل، لانه لن يجدي الان الحل العسكري او الحل العنف. لابد من إعادة تفكير، لابد من إعادة النظرية. شوف أنا إيه اللي حصل على الأرض،
الكلام ده بيوجه الى الجماعات الاسلاميه او الاخوان، ونتعلم من اخطائنا وما نكررش. لابد ان تكون فتره سكون او فتره هدوء لاستيعاب الدرس اللي حصل لهم، واعتقد ان هم لابد ان يدركوا انه في اغلبيه بتقول لهم شكرا احنا محتاجين نبني البلد. اكيد. هناخد الخبر الثاني من الوطن الصفحه الاولى. منصور يرسل قانون الانتخابات الرئاسيه الى مجلس الوزراء. عايزين نعرف القانون اشتمل على ايه، الجديد في القانون؟ والله هو في حاجات كتيره في القانون، ولكن كأهمها بالنسبه للمتابعين او القانونيين او الحقوقيين انه ما بقاش في تحسين كامل للجنه العليا للانتخابات. كان الاول في تحسين كامل انه محدش يقرب منها ولا يلمسها ولا يعترض. دلوقتي عاملين مجموعه من الاجراءات المشدده اللي ممكن الطعن على القرارات. ممكن الطعن بس في ظل اجراءات مختلفه عن القانون العادي، فدي اعتقد ان هي ممكن تكون يعني خطوه. الاهم انه في كلام بيتقال طبعا انه احتمال تبقى الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه بالتزامن يعني او بالتوازي، كل دوت لسه مش محدد الى ان يتم نقول ايه الموافقه او تحديد فتره يعني نظام اخير بالنسبه لقانون الانتخابات الرئاسيه، على اساس انه الفتره القادمه تشهد الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه مع بعض ان شاء الله. ده الكلام يعني الموجود في الخبر. ناخد الخبر الثالث من الاهرام الصفحه الاولى. حظر انشطه حماس في مصر. اعتقد الخبر دوت شائك جدا، لانه قد يخلط البعض ما بين حماس وما بين اهلنا في غزه. لابد من ان نضع حدا فاصلا بين حماس كسلطه وبين اهل غزه، واعتقد انه يعني السلطه في مصر واعيه بهذا الفرق، لانه في النهايه اهل غزه هم اكثر انتماء واكثر حبا هنفضل نتكلم كتير. هم شاعرين ان مصر هم امتداد طبيعي لمصر. الحقيقي حماس وقعت في اخطاء تاريخيه خلال فتره وجودها، ومن حتى من قبل ما توصل للسلطه. يعني انا اتذكر لما كنت هناك في 2001 او 2000 بعد في بدايه الانتفاضه الثانيه، كان في رفع لصور عليها صدام حسين، كان بعدين في رفع لصور عليها القذافي. يعني طول الوقت هم متورطين فيما يحدث في العالم العربي. انا مش بقول له انفصل، بس في نفس الوقت انت عندك انت مورط نفسك، انت عندك قضيه لابد ان تحافظ عليها، قضيه المقاومه. اللي انا سمعته من نعيم، حد من الجماعه من حماس و الكلام ده يترمي في سله المهملات، حتى تعليقهم ليس فيه من الدبلوماسيه. ده اولا حكم قانوني، لانه في تورط او جه اسم حماس في التخابر وتهريب المساجين من السجون. ففي قضيتين هي متورطه اسمها جه فيها، فبناء عليها تم حظر هذه الانشطه حتى يتم الحسم في القضيتين. اللي حصل تعليقهم بقى، حتى مش تعليق نقول دبلوماسي او شيك يعني، حتى بلهجه من اهل الدبلوماسيه، هذا حكم يلقى في سله المهملات. عيب اكيد يعني احنا عيب، بمعنى بصي سيبك ان قرار يعني احنا بنحترم قضاءنا واي قضاء، لا يعني سيبك ان التعليق ده يخص قضاء ومصري وانا مصريه، يعني خلينا نتجاوز، احنا نبقى موضوعيين. عيب ما يحصل قرار في امريكا ويطلع عندي وزير ويقول مثلا ده يلقى في سله المهملات. اكيد اي قانون في اي دوله يعني لازم نحترمه. عيب. فده اللي حصل. اولا رد فعلهم خلطين ما بين نفسهم وما بين اهلنا في غزه. طبعا انا اعتقد ان الخلط ده مش حقيقي، واتمنى انه السلطه في مصر تكون على وعي بهذا. يعني ما يحصلش تضييق، ما يحصلش اللي خارجين للعلاج، اللي خارجين للسفر، يبقى في نوع من انواع التعاون مع الناس مش مع السلطه. يعني باعتبار انه السلطه دلوقتي هي في مرمى الشك، وانا محتاج ان اتاكد انت ما كانش ليك يد، بدل ما انت تخرج نقول ايه بتعليق يقول ان احنا والله لم نتورط وانه الحاجات دي حصلت بشكل فردي انت تقدر تقدم برضو يعني مش دفاع عن نفسك، بس على الاقل تقدر تقدم تبريرات ممكن اقبلها او الناس حتى تتقبلها بشكل جيد. هو خارج بيرفض القرار، يعني انت خارج ايه؟ انت طول الوقت انت بتعتبر نفسك فرع من فروع الاخوان المسلمين. ده حتى في يعني نقول ايه المانيفيستو بتاع حركه الاخوان، حركه حماس، بيقولوا ونتبع الاخوان المسلمين. هم بيعتبروا ان الاخوان المسلمين في مصر هم الاب يعني الجماعه الروحيه بالنسبه لهم، هم الاب الروحي حسن البنا. هو يبقى اذا انت لم تتخلص من انتمائك، واحنا ما طلبكش ان انت تتخلص من انتمائك، بس على الاقل تكون عارف انت بتقول ايه على مستوى الدبلوماسيه، لان انت في النهايه بتتعامل كسلطه مش بتتعامل دولة. يعني المساله فيها يعني تعليقات كتيره قوي ممكن تتقال على موقف حماس الذي لا يمثل بالضرورة أهل فلسطين، اللي بنكن لهم وبنكن لكل فكرة المقاومة كل احترام وتقدير. من الشروق الصفحة الثالثة، اليوم إعلان تقرير تقصي حقائق 30 يونيو. هو أعتقد يعني هو أكتر هو تقصي حقائق طبعا من 30 يونيو، بس الحقيقة هو مركز أكتر على فض اعتصام رابعة والنهضة اللي تم في 14 أغسطس الماضي، وما حدث فيه من تجاوزات سواء من الأمن نعترف والقرار بيعترف بده، أو تجاوزات من المعتصمين من التيارات الإسلامية أو بشكل رئيسي جماعة الإخوان المسلمين. الحقيقة القرار يعني فيه قدر كبير من الموضوعية، أكد على أنه كان فيه استخدام عشوائي للقوة من جانب القوات،
لكن في نفس الوقت اكد على معلومات ضروري على حاجات ضروريه، عدم تعاون جماعه الاخوان المسلمين على التعاون مع محققي التقرير. والحقيقه دي ازمه برضو، يعني لو انت عندك ازمه في بلدك انت مستني تقدم المعلومات دي لمين؟ لجهات خارجيه عشان تيجي تحكم فيها؟ عندك تقصي حقائق في في ناس، في قانونيين، في حقوقيين، في اعلاميين، في في في. ولو انت شايف ان انت ليك حق ليه ما بتقولش اللي عندك؟ وعلى فكره التقرير يعني ده اتعمل من فتره او انتهى من فتره بس لم يتم الاعلان عنه غير مؤخرا. الحقيقه هو بيدين الشرطه او الامن في بعض الامور، منها الاستخدام العشوائي، لكن برضو بيدين انه الاعتصام لم يكن سلميا بالشكل الكافي، انه كان في ممر امن للخروج وان كان استخدم بعض العنف من جانبهم في المولوتوف واستخدام السلاح. في مات ضابط واثنين امناء شرطه او ثلاث امناء شرطه في اول الفض، في حوالي 400 وليس الالاف كما ادعت جماعه الاخوان المسلمين. الحقيقه التقرير بيقدم مجموعه من الحقائق قد يمكن النظر اليها بشكل محايد وموضوعي، يعني بنسبه انا شخصيا لما قريتها بنسبه 80 او 90% انا راضي عنه. بدعو الناس اللي عنده شك فيما يتعلق بالنهضه وفض النهضه وفض رابعه يرجع للتقرير، اعتقد بيقدم بشكل متوازن لما حدث يوم 14/8 والذي سيظل نقطه صعبه او نقطه سوداء في تاريخنا، لانه في النهايه هو مجموعه من الاخطاء بيتحمل وزرها بسطاء تم التغرير بيهم بشكل او باخر. اي حاجه بنتعلم منها، يعني هنعرف بعدين نتعامل ازاي. هو بدايه، بصي يا استاذه امين، هو الاعتراف في حد ذاته هو بيبقى خطوه لتجاوز الازمه للتحسين. لابد ان نعترف انه 14/8 كان ازمه حقيقيه على مستوى الامن او مستوى السلطه ومستوى الجماعات الاسلاميه وما حدث بعدها من تدمير لكنائس، ترويع امنين على امتداد مصر كلها. لابد ان نعترف انه كان يوم فعلا هو كان يوم اسود في تاريخ مصر بكل نتائجه، بموت البسطاء، بتدمير الكنائس، بتدمير مؤسسات حكوميه، وقف نشاط القطارات. كل ده اعتقد ان هو سيترك اثاره الى لسنوات، سيظل في التاريخ 14/8 يوم مختلف في تاريخ مصر. عايزين ناخد الاخبار الباقيه معانا بسرعه. اتفضل. ناخد من الوطن الصفحه الثالثه، سجناء ابو زعبل لوفد حقوق الانسان، التعذيب في الاقسام مش في السجن. هو الحقيقي طبعا برضه حصل زي تحقيق يعني قادوا مجموعه من رجال او المهتمين بحقوق الانسان في مصر، تم مقابله يعني المعتقلين او المسجونين في سجن ابو زعبل. الحقيقه ان هم اكدوا انه هم تعرضوا للتعذيب بشكل واضح في ثلاث اقسام بعينها، عابدين، مدينه نصر، الازبكيه، لكن في السجن لم تكن المساله بهذه البشاعه، وان كان في طبعا ازدحام في الزنازين، في عدم وجود فتره كافية للتريض، التفتيش بيتم بطريقة مهينة، يعني كلها أعتقد حاجات يمكن أن احنا نتجاوزها لو أردنا. من الشروق الصفحة الثانية، عمال الشهر العقاري يلوحون باستئناف الإضراب. إضراب الشهر العقاري وإضراب في قصور الثقافة، يعني الإضرابات اللي هم يعني اللي فترة سخينة جدا بيعبر فيها الموظفين والعمال المهضوم حقوقهم عن رغبتهم في أن هم يحصلوا على بعض هذه الحقوق. اعتقد الاستماع عليهم واجب، ومش واجب ده فرض علينا ان نستوعب انه لن تدور العجله الا بمحاوله حل مشاكل هؤلاء. من الاخبار الصفحه الثالثه، الدراسه بالمدارس السبت وتاجيلها بجامعه الازهر الى 15 مارس. ده بيحسم الامر ويقطع الشك باليقين انه المدارس كل سنه وانتم طيبين ستبدا السبت القادم لمن يبدا السبت، والاحد لمن يبدا الاحد. لكن الحقيقه جامعه الازهر بيظل عندها مشكله، والمشكله ليست لها علاقه بالطلاب ولكن لها علاقه بمحاوله اعاده المباني التي تم تدميرها بواسطه طلاب الاخوان المسلمين ومن والاهم لاعاده الدراسه، نظرا كمان لوجود معدات ثقيله اللي هي البناء والتشييد. رئيس الجامعه قرر انه لن يمكن بدء الدراسه والوضع على ما هو عليه، وارجاها الى 15 مارس لسبب لانهاء البناء والتشييد واعاده هذه المباني الى حالتها الاولى. اخر خبر معانا، سد النهضه يشعل الحرب الدبلوماسيه بين مصر واثيوبيا. صداع في راس مصر، صداع في راس مصر ولن ينتهي الا باتفاق يتعلق بدول مجرى النيل، الانهار الدوليه، الانهار العابره للحدود، يجب الاتفاق بشأنها، وما يحدث الآن
ليس اتفاق ولكنه مجموعة من الأطراف بتحاول أنها تشعل النار بين البلدين. نتمنى أن مصر تقدم حلول دبلوماسية، وإن كان السيد وزير الخارجية خرج وقال أنه لا يمكن التهاون فيما يتعلق بالنيل. الحقيقة أثيوبيا بترد وبتقول أنه ده من حقنا، المسألة سيادية. أعتقد أنه أفريقيا أو الاتحاد الأفريقي لابد أن يتدخل بشكل أو بآخر، مصر لابد أن تقدم حلول، أثيوبيا لابد أن تتنازل. في النهاية لابد من التعايش شئنا أم أبينا، حتى ولو كان هذا النهر ينبع من إسرائيل. الأنهار العابرة للحدود لا تعترف بالسياسة، ولكنها تعترف بأنها حق لكل إنسان في الحصول على كوب ماء نظيف. أكيد نورتينا النهاردة، شكرا لك على وجودك معنا، وإن شاء الله استناكي الأربعة بعد الجاي. الأربعة بعد الجاي. كاتبة صحفية أمال عويدة، صحفية بجريدة الأهرام، كانت منورانا النهاردة فقرة الصحافة. وفاصل سريع ونرجع معاكم في قناة نهارك سعيد.